للمزيد من التفاصيل والمتابعة حول مشروع البتيل وأهميته ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. دكتور طارق، بعد تحية، كيف ترى دعم الدولة المصرية للمشروع القومي للبتيل وزيادة رؤوس الماشية ومدة استفادة المربين من هذه المبادرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا استاذ ريهام، مساء الخير لكل الساده مشاهدينك الكرام، كل عام وحضرتك ومصر بكل خير. حضرتك، احنا متابعين تنميه مستدامه واهتمام غير مسبوق من الدوله المصريه ومن القياده السياسيه لثرواتنا الحيوانيه، ودوت تترجم في العديد من المشروعات القوميه ومنها المشروع القومي للبتيلو. المشروع القومي للبتيلو باختصار، انا بمنع السكين عن ذبح حيوان وزنه اقل من 100 كيلو جرام، نسبة التصافي اللي فيه منخفضة، فالرأس الواحدة تديني أقل من 30 كيلو جرام لحوم. بضوابط وقرارات وزارة الزراعة ومنع ذبح الحيوان في هذا الوزن، أصبح الحيوان لا يذبح قبل 400 كيلو جرام، وبالتالي هنا نسبة التصافي تتزايد وكمية اللحوم المتحصل عليها تزيد عن 240-250 كيلو، يعني تنمية رأسية والحفاظ على ثرواتنا الحيوانية من الإهدار. نفس الراس هتديني ما يعادل من 6-8 اضعاف كميه من اللحوم لو كانت ذبحت بتلو. نعم. المشروع القومي للبتلو بدا في منتصف 2017 بمبلغ مخصص فقط 100 مليون جنيه، النهارده ما تم تمويله واقراضه يزيد عن 8 مليارات و 572 مليون جنيه، استفاد منهم اكثر من 43,500 مستفيد من شباب الخريجين وصغار المربيين والسيدات في كرة مبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة. نعم. لتربية وتسمين ما يزيد عن 505 ألف رأس. مشروع القومي للبتلو بدأ فقط بالأبقار والجاموس المحلي، ثم أضيف إليه في عام 2020 العجول المستوردة، ودي بتبقى سريعة النمو وتتميز بمعدلات النمو العالية والزيادة الوزنية التي تعادل ضعف الزيادة الوزنية لحيواناتنا المحلية، وهنا قيمة مضافة. دورة التسمين قصيرة الأجل بتبقى فقط 6 أشهر، وبالتالي لأن الفايدة بسيطة متناقصة بتكون الفايدة فقط 2.5% مش 5%. طيب، بناء على الأرقام اللي حضرتك ذكرتها دكتور طارق، كيف ساهم هذا المشروع القومي للبتلو في توفير اللحوم والألبان بالأسواق بشكل أكثر وبشكل أكبر؟ خلينا كده نرجع بالذاكرة لسنتين فقط ونشوف، مع بدايات جائحة كورونا مصر عندها قواعد بيانات دقيقة إلكترونية، منها بتدعم كثيرا اتخاذ القرار السليم والمناسب. احنا في مطلع 2020 تنبأنا من خلال قواعد البيانات ان انتاجنا من اللحوم الحمراء ستكفي باحتياجات 52% اكتفاء ذاتي، وعلينا استيراد من خارج 48%. المشروع القومي للبتلو كأحد المشروعات القومية اللي فرضتها الدولة المصرية، ونهاية العام في الوقت اللي كانت دول العالم كلها تقلص من إنتاجها من الإنتاج الحيواني واللحوم الحمراء، إحنا إنتاجيتنا زادت، مش بس حافظنا عليها، زادت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل أحد المشروعات زي المشروع القومي للبتلو. لو لم يكن المشروع القومي للبتلو النهاردة كانت هتبقى الأسعار في مكان تاني خالص، وكانت هتبقى توافر كميات اللحوم مختلفة عن النهارده. ممكن حضرتك يا أستاذ ريهام من خلال منبر حضرتك الإعلامي المميز متابعة العديد من دول العالم والتي تصنف دول متقدمة اقتصاديا تعاني من مشكلات تتعلق بتضخم وزيادة الأسعار، تتعلق بعدم توافر المواد الغذائية وخاصة البروتين الحيواني متعدد المصادر سواء كان اللحوم الحمراء أو الألبان. عندنا الحمد لله منافذنا التسويقيه ما فديتش ومش هتفضى بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم المشروعات القوميه التي ترعاها الدوله المصريه وتتبناها وزاره الزراعه. اشكرك جزيل الشكر دكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه بوزاره الزراعه، شكرا جزيلا على هذه المشاركه.